مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هنا كما كتشوفوا معنا مواطن بسبب حرمانه من سكن ولا كيتفلو عليه الناس، يعني لونتوراج ديالو ولا صحابه ولا الناس اللي كيجلس معاهم، السيد باقي ما عارف شكون، انه بكثرة ما كيشوفوا ان قلبه محروق على هذه الاستفادة، فولاو الناس كيتفلو عليه في التليفون في حشومة وعيب وعار. هادشي السلام عليكم السيدي. نصب عليا قلت له واحد السيد قال لي انا رانا المكلف انا غندير شي عد لي طلع هبط شي حاجه ما كاينه في الاخريه رانا كنعرفو، قال لي جيت معايا في القهوه ولكن غندير البوليس كنعرفو مزيان ويتفلى عليا حشومه تفلى عليا، علاش تفلى عليا وانا كنعرفك زعما انت صافي ما حرمش عليك من جنوب الله عذبتيني اش بغيتي عندي، دعيتك الله وهذا رمضان الله يتخلص منك وانا غندعيك. عاودينا كيفاش دخل الصالون، حيت اخر مره جيتي قلتي لنا غتواصلوا معايا على قبل باش انني نستافد، هذاك الشيء كامل غير كذوب. كذوبات ما كاين والو، كذب عليا صافي، قال لي غادي تستافد اجي جي، خلاني مشيت للعماله مشيت جريت جاء الادارات ما كاين حتى شي حاجه، اللي هو كيقول لي هذا الاسم كاع ما كاين كاع، عطيتيني هذاك الاسم ما حرمش عليك انا على الله وعليك قول امين، ولكن غنشدك راه نعرفك ماهيش ما نعرفكش، غنصيفط لك اللي غيصاوب في الطرح ان شاء الله، لانك ما انتش راجل. بحال انت دابا على الاستفاده وصافي فرحتي وقلتي زعما ديك حتى انك فرحتي وقلتي صافي فرح زعما، وقلت انا صافي راه غادي يعطيوني ها كاين ها كاين، مشيت نجري لقيت داروا ليها الياجور وسدوا الدار كاع، داروا لي داك الشيء ما لقى حتى واحد يقرب، ما لقى حتى واحد يقرب صافي سدوا لي الباب الكبير كاع. علاش الناس خاصه مستافدين وما نعرف شي وحدين راه حتى هما تصيفطوهم باقي ما شدوا شيء، عكاريين الجيران غير كاريين، راه الشيء راه عيب اللي كيديروا هذا الشيء، هاد المسؤولين هادو هاد المسؤولين خاصهم يوقفوا على القانون ديال الضعيف. انا كنت شفار كره درت الموبلات وقعد ديال المرسال ندير ما بغيت، ولكن ما ناش شفار. الله يهديكم. كتبغي انك تاكل رزقك يكون حلال، كتبغي انك تاخذهم حلال. ايوا غير داكشي حلال، علاش؟ لان الوالد الله يرحمه سرقت بيضه وكواتنا، من تم كنشوف الحاجه وما نبقاش نقرب لها. نعض الله، الله يرحمها هي. هادشي راه عيب يديروا حشومه. احنا الموبلات كاع ما نجيو نطلبوا ولا نتسناو ولا. وحنا دابا خدمنا في اوروبا كنجيبوا فليشات كنجيبوا فليشات للدوله، وخاص الدوله هي تعاون معنا بحالي انا خاصها تعاون معايا انا الدوله، يلا كندخل لها الفلوس وكل شيء. اش بغات انا ما عنديش باش نوصل باش نشري الدار ما عنديش، الله يجازيكم بالخير لما وقفوا معنا المسؤولين، دخلنا عليكم عاب الله وهذا رمضان ولا يا سيدي ربي يغنيكم ومن ولادكم. هذا السيد اللي انت كتقول كذب عليك كذب عليا ايه، قال لي جي جي العمل انا عيط لي وانا نقول لك ها كاين فهمتي، قال لي انا اسمي عبد الله وعلي، يعني تو كذب عليا كذاب ماهوش سميتو هذا نصاب، وقال لي الفلوس كيف ديرها بنتي اللي غتخلص داك الشيء، قال لي راه غادي تخلص غير شي 3 مليون قل شي حاجه. يو فرحت انا وتمي غادي ايوا الله يهديهم الله يهدي هاد الناس. عطاك واحد الاسم مبروك قال لك اي هاك اي اي ما منك لا فلوس لا والو، لا قال لي الفلوس غتخلص بنتي اللي غتخلص مستعده، اتصلنا ببنت بنتها واتصل بهم هو تا هو تا هو اتصل بهم حي تو اتصل بهم ايوا وقال لها الفلوس ها كاينه كاين، قالت لي قال لها جي جي جيبي الفلوس وجي للعماله باش نصيفطكم باش نصيفطكم تحطوا الفلوس في ديك لا في اسمها في ديك اللي كيديروا فيها يحفظوا فيها المحافظه محافظه باش انا كون مشينا فيها
ايوا جاب الله ربي حصله. حشومه وعيب وعار ان احنا كنشوفوا ناس بحال هكا كيشوفوا الناس كيتقطعوا باش غير على قبل السكن ديالهم. وانا كنشكر هاد التي في اللي كتشهرهم نيت، كنطلب منهم يشهرهم مزيان الله يجازيهم بالخير. هاد الناس هادو اللي خدموا خاص مسؤولين الكبار يتهلاو في هاد الناس هادو، لان كيخدموا من داك الشيء. كل ما كانوا هما كون راه كاع هادي. شنو الرساله ديالك اليوم؟ الله يهديهم علينا، الله يهديهم. او انتم هذا شهر رمضان حشومه وعيب وعار ان الناس باقين فيهم هكا. الله الا نهار وانا كنجري على الكذوب ورمضان ما حرمش عليه. لو كنت فرحتي وحنا شفنا ذاك النهار الفرحه بعيني. قلتي صافي. وي شي. فرحان شي. فينا ما كاين والو. شنو ما يديروا معايا داك الشيء. يلا. كعذبتيني الله يعذبك اوليا اللي عيطتي ليا. وراه كنعرفك، راه كنعرفك كتريح معايا في القهوه ديال النيس، كتريح معايا في القهوه ديال النيس. وكنعرفك مزيان. وانت زعما انت بعقلك زعما علاش كدير داكشي؟ علاش؟ نعلاك الله الا يوم الدين يا ولد الحرام. ولكن تنتلاقى بيا، تنتلاقى بيك غنفرجك لانك ما انتش راجل انت. والله ربي غادي يخلصك بعدا. شكرا لكم. شكرا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا فهاد السيد الشمسه جاتو قاصحه بزاف، يعني ما قدرش هادشي اللي طرا ان شي واحد اللي عرف بلي هاد السيد كيتسنى الاستفاده وحتى الاستفاده تعطلات عليه بزاف، والسيد كيتسنى غير امتى انه توصل النوبه ديالو. فالناس كيتفلاو عليه وكيقولوا ليه بلي استفدتي، وكيعطيوه اسماء مفبركه وكيديروا معاه دي رونديفو باش انه يمشي لشي بلايص ويدي معاهم فلوس. فحشومه وعيب وعار ان احنا في هذا الشهر الفضيل باقين كنديروا هاد التصرفات الصبيانيه. الله يهدينا على بعضياتنا يا ربي، وكنتمناو من هاد السيد ياخذ الاستفاده ديالو، يكون الاتصال حقيقي ماشي مفبرك وما يكونوش غير نصابه. فالى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نعاودوا نتلاقاو معكم بث مباشر جديد. الى اللقاء.